يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كثير ما ينقل ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن عبد الرحمن بن زيد، وأحيانا يرجح ابن جرير أقوال ابن زيد، وهنا قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. هل هو ابن زيد هذا؟ هل هو ابن زيد؟ واجد اللي يسمون ابن زيد، الله أعلم، يحتاج إلى تثبت. نعم.